شرينا في هذا المشروع ديال بريستيجيا ريزيدنس دو لاك، شرينا في 2014 ودفعنا لهم كل واحد شحال دفع، دفعنا لهم تقريبا 40% من 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 هذا المشروع، داكشي اللي كان خصنا ندفعو. ومن 2014 حنا تنتسناو، ودابا 2018 والمشروع باقي ما بداش، باقي ما بداوش فيه حتى شي حاجه. وبريستيجيا شركه معروفه، ولكن تفلوا علينا وداونا فلوسنا وداونا الحق ديالنا، ودابا حنا تنطالبوا بانه يلقاو معنا حل، الحل اللي هو معقول واللي هو مشروع، لان كان عائلات تشردات بسبب هذا المشروع. حنا تنطلبوا بانه الحق ديالنا يترد لنا. كاين الناس اللي دفعوا الفلوس هذه 4 سنين 5 سنين 6 سنين وكيتسناو، ولحد الساعه ما كاينه حتى شي حاجه. وكاين الناس اللي تشردوا وما كاينه حتى شي هضره اللي هي عندنا يعني مطلوقه، ما عندناش اون ديسكوسيون اوفيرت مع بريستيجيا. المطالب ديالنا هي الاولانيه، المطالبه هي خص نلقاو واحد الحل مع بريستيجيا، يعني واحد السوليسيون ا لا ميور. حنايا كنديروا عندنا يعني اون في كونفيونس ا نوتر يعني ا نوتر بيي لي انستيتيسيون جوديسيير بوليتيك، ولكن اللي بغينا اون سوليسيون ان لاميابل افيك لي دات بريسيز، باسكو يا دي فامي كي اونت ديترويت، يا يو دي ديفورس ا كوز دهاد البروجي ديال بريستيجيا. دونك نو اتوندون دو بريستيجيا دو سفريوي دون دوني اون سوليسيون دون بلو بريف ديليك. شريت في لي ريزيدونس دو لاك بريستيجيا الدوحه في حي الرياض، و جو دوفي اتر ليفري في 2018 و دونك هادي 9 شهور ا بو بري، وما ما ليفراونيش وما رمبورساونيش. جي ديبوزي واحد التسبيقه ومازال ما بداو لي طرافو، ودابا شنو كنساينو منهم سي كو يلقاو لنا شي سوليسيون، اما اون نو رامبورس يرجعوا لنا فلوسنا، ولا يلقاو لي شي مهم شي ابارتمون اخر، ولا تو سامبلومون يبداو في لي طرافو دابا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.